فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة، نعم، فماذا نفعل والحالة هذه؟ إذا كنت تعلم أنها خامسة يحرم عليك القيام، تجلس، إما أن وتتشهد، إما أن تنتظر تسلم معه، وإما أن تسلم لنفسك، ولا يجوز لك أن تقوم معه وأنت تعلم أنها خامسة. فإن قمت بطلت صلاتك لأنك زدت فيها متعمدا فتبطل. نعم.